وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير والمحلل العسكري العميد أحمد رحال. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. بداية، هنالك أنباء عن تمديد الرئيس دونالد ترامب فترة بقاء القوات الأمريكية في سوريا أو فترة الانسحاب إلى 4 أشهر، كيف تقرؤون قرار ترامب؟ يعني واضح أن الرئيس ترامب اتخذ قرارا فرديا بعيدا عن مؤسسات مركز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيدا عن الخارجية، بعيدا عن وزارة الدفاع، وبعيدا عن التحالف الدولي. وبالتالي وجدنا استقالات وزير الدفاع ومارك فورد المسؤول عن التنسيق في التحالف الدولي. اليوم أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الرئيس ترامب تحاول إيجاد مخرج. اللقاء الذي تم بين السيناتور لينسي جراهام مع الرئيس ترامب، أعتقد أنه الهدف منه كان إيجاد ثغرة في جدار القرار الذي اتخذ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أخلفت وعودها التي وضعتها لنفسها من خلال الحرب على الإرهاب، من خلال الوقف وإغلاق الحدود بوجه التمدد الإيراني، وبانتظار الحل العادل في سوريا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أخلفت مع حلفائها على الأرض، من كان قوات سوريا الديمقراطية أو بصورة عامة مع حلفائها بالمنطقة، عندما أعلنت الحرب على النفوذ الإيراني والتخريب الإيراني في المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية اليوم تبحث في مآلات إيجاد نوع من المبررات لبقائها، مبدئيا تكون عبر التمديد من 100 يوم إلى 120 يوم، وأعتقد الأيام القادمة ستكون هناك ذرائع أو ستكون هناك مبررات لإبقاء تلك القوى على الأرض، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تنسحب وتترك المسرح لإيران. طيب، ما الدوافع التي جعلت دونالد ترامب يتخذ هذا القرار؟ يعني هل أثرت استقالة جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي في هذا القرار؟ بالتأكيد جون ماتيس يعني الوزير الدفاع له صدقية، له رجل، له مسموعية لدى الكونغرس، لدى وزارة الدفاع، لدى وزارة الخارجية. ماتيس دائما يوصف بالرجل المتزن. رسالة الاستقالة التي أرسلها كانت نوع من الإهانة لترامب، وبالتالي أنا أعتقد أن اليوم هناك مراجعة للقرار ترامب. ترامب يتعامل مع الأمور من منطق التاجر، من منطق الذي يعمل يقبض في نهاية اليوم إنجازاته أو ثمن الإنجازات التي يقدمها. في السياسة هذا الأمر غير موجود، يعني دائما الدول تعمل بخطط متوسطة طويلة الأمد، خطط استراتيجية بعيدة. ترامب دائما يتعامل مع الوقائع على الأرض كما هو منطق التاجر، بمعنى أنه كان يريد ثمن وجوده في سوريا أن يقبضه مباشرة. هذا الأمر لا يحسب بتلك الطريقة، وبالتالي هذا ما يميز رجل السياسة على رجل الاقتصاد. طيب، يعني ما أثر هذا القرار على مواقف الدول والقوى الفاعلة في سوريا؟ يعني أنا أعتقد اليوم هناك مراجعة لقرار الانسحاب، سواء تم بشكل نهائي أو قرار البقاء على الأرض. وبالتالي وجدنا من أن تركيا أعلنت وقف العملية بانتظار مآلات القرار الأمريكي. روسيا اليوم بدأت تتصرف وكأنها منفردة، وجدنا الطيران الروسي عاد للأجواء في منطقة إدلب. وجدنا من أن قوات سوريا الديمقراطية أصدرت بيان أنها طعنت بالخلف ومن أنها قد لا تستمر في محاربة الإرهاب. وبالتالي أنا أعتقد أن القرار الأمريكي أحدث نوع من خط الأوراق، أحدث نوع من الدخول في المجهول، لأن وجود الولايات المتحدة الأمريكية كان كعامل ضبط، كعامل استقرار، ضبط الأمور على الأرض، الحد من التغول الإيراني والروسي، وقف نظام الأسد نوعا ما عن التعدي على المنطقة الشمالية. هذا الأمر بغياب الإدارة الأمريكية سيخلق نوع من الفوضى لا أعتقد أنها في مصلحة الجميع ولا في مصلحة حتى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، يعني أغلب التحليلات في الفترة التي تلت القرار بأن تركيا كانت هي المرشح لملء الفراغ الأمريكي في سوريا. الآن بعد أن أعلنت تركيا أنها ستتوقف لتنتظر مآلات القرار، يعني كيف تعتقدون أن العملية ستكون؟ يعني أولا هناك دول أخرى، يعني دعنا نكون أمام أن التحالف الدولي ليس الولايات المتحدة الأمريكية، وأن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالضرورة انسحاب كل التحالف الدولي. هناك فرنسا موجودة، هناك بريطانيا موجودة وقوى أخرى. نقطة ثانية من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشكل كما قلت عامل ضبط واستقرار بقوتها العظمى.
تركيا تستطيع أن تملك القوة العسكرية لكنها لا تستطيع أن تملك النفوذ السياسي والثقة الدبلوماسي الذي تمثله أمريكا في المنطقة، بمعنى أن تركيا غير قادرة مهما أعطيت من ضوء أخضر من واشنطن على أن تملأ الفراغ الأمريكي في شرق الفور. نعم، كان معنا من إسطنبول الخبير والمحلل العسكري العميد أحمد رحال، شكرا جزيلا لك.